إنسان ليس حافظا للقرآن وليس متعلما، هل يصح أن يصلي بالجماعة؟ وإذا صلى فهل صلاته مقبولة؟ ينبغي المختار للصلاة والإمامة أفضل الموجودين في قراءة القرآن وفي حفظ الدين، فإذا لم يوجد من هو في مرتبة من حفظ القرآن وحفظ الدين فإنه يختار أمثل الموجودين فيصلي بالحاضرين، والقدر الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو مستحب، فزاد على قراءة الفاتحة فهو مستحب، فإذا كان يجيد قراءة الفاتحة على الأقل فإنه يصلي، إلا إذا كان في الحاضرين من هو أفضل منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.